السلام عليكم، مرحبا بكم في المطبخ المغربي مع ربيعة اللي هو المطبخ ديالكم، وكنتمنى مشاهدة الفيديو الضغط على زر الجرس باش يوصلكم كل جديد. وشكرا. اليوم ان شاء الله غادي نحضر واحد الطاجين دجاج بطاطا الحلوة والقرعة الحمراء، كيجي لذيذ بزاف وصحي. هنا في الطاجين درت 6 معالق كبار ديال الزيت، كيبقى لكم الاختيار. درت 2 فصوص ديال الثومة، غادي ندير ربع ملعقة صغيرة ديال السمن، هذا السمن الملح. إلا بغيتو تشوفوا المقادير وطريقة التحضير عندي على القناة. هنا عندي 500 غرام ديال الدجاج. الدجاج كيبقى لكم الاختيار، ديروا من أي بلاصة بغيتو. وهاد الوصفة هادي راه يمكن نحضروها حتى بلا دجاج. هنا غادي ندير الملحه، كتبقى دائما على حسب الذوق ولكن ما نكثرش. هنا درت الدجاج، غادي ندير بصله متوسطه من هاد الحمراء. التوابل عندي ربع ملعقه صغيره ديال الفلفل، عندي معلقه صغيره ديال الخرقوم، عندي معلقه صغيره ديال سكينجبير، نص معلقه صغيره ديال القرفه. هنا غادي ندير النص ديال التوابل، النص الاخر غنخليه حتى نديرو مع الخضره. هنا عندنا 500 غرام ديال القرعه الحمراء، كنحيدو لها هاد كيكونوا بحال الخيوط فين كتكون لاصقه ديك الزريعه، كنحيدوهم هكا وكنحيدو لها هاد القشره هادي اللي كتكون في الظهر ديالها، كنسعفو معاها غير شويه، ما يمكنش نحيدو كامله الطرف واحد لا، يعني كتكون قاصحه شويه. هنا غادي نديرو هكا واحد القطع، ملي قطعناها كنديروها في الماء، ولكن ما نخليوهاش في الماء. يلا دابا غير نكمل، غادي نحيدها في الماء من الماء، وغادي نديرها في واحد الشبيكه باش القرعه ديالنا ما كتبسلناش في الماء. هنا القرعه بعد ما صفيت عليها الماء كنرشها بالقليل من الملحه وكنخلطها وكنحطها. هنا عندي كيلو البطاطا الحلوه، وبالنسبه للخضره كيبقى لكم الاختيار، ديروا الكميه اللي نتوما كتبغيو، تقدروا تكثروا بطاطا، تقدروا تكثروا القرعه، يمكن لكم ديروها غير بطاطا الحلوه، يمكن لكم ديروا هذا الطاجين هذا بلا دجاج بلا لحم، غير بهاد الانواع ديال الخضره. هنا بطاطا فاش كنجيبوها ضروري ما نغسلوها، ضروري تغسل وكتنشف شويه عاد باش نقيوها، ضروري يكون حدانا الماء، يعني فاش نقيو بطاطا ضروري ما نديروها في الماء. وهنا عندنا بحال الغليظه بحال الرقيقه بحال يعني هاد البطاطا الحلوه كيكون فيها الانواع. وباقي عندنا بطاطا الحلوه، هاد البطاطا الحلوه هادي حمراء، وعندنا واحد البطاطا الحلوه فاش كتبغي تشريها دايره تقريبا بحال هكا، وهي بطاطا الحلوه حتى هي. هنا اللي لقيناها كنديروها في الماء، علاش كنديروها في الماء؟ لان هاد البطاطا الحلوه كتاكسد دغيا دغيا، واي حاجه كتاكسد الا وهي كتكون صحيه بزاف. هنا بالنسبه لديك الرقيقه كنقسمها غير هكا على جوج، يعني ما كنحلهاش، واللي كتكون عندي غليظه كنحلها هكا على جوج. وثقوا بيا هاد البطاطا الحلوه انا ما حدي كنقيها وانا كناكلها هكا، فيها واحد المذاق لذيذ بحال المذاق ديال البلوط، واحد الحلاوه ماشي بزاف، واحد الحلاوه قليله. وبالنسبه للبطاطا الحلوه كنقدموها بطرق كثيره، يمكننا نشويوها في الفران فاش نكونوا نطيبوا الخبز، يمكننا نشويوها في الكوكوت، يمكننا عندها طرق كثيره. واحد 15 دقيقه والدجاج ديالنا كيتشحر على نار واحد كتكون مهيله. علاش نار مهيله؟ باش البصله ديالنا كطيب وكتلق لنا ديك الماء ديالها. وحتى الدجاج هنا راني باقا ما زدتش كاع الماء. هنا دابا غادي ندير بطاطا، هاد الصف كيبقى لكم الاختيار كما كنقولها لكم دائما. وغادي ندير القرعه. هنا كنديرو واحد الربيطه ديال المعدنوس وندخلوها لداخل هكا،
هنا عندي البصله البيضاء في النصيب، راني درت البصله الحمراء شلتها. هنا عندي البصله البيضاء انا مقطعاها هكا في على الطول، هنا نديرها هكا في الوسط باش هاد البصله كتزيد تلق لنا الماء وكتجينا الطويجين كيجينا ملبي. هنا غادي ندير هاد البطاطا اللي بقى عندي، انا كما قلت لكم الخضره كتبقى لكم الاختيار، ديروا الكميه اللي نتوما بغيتوا، الفكره كنعطيوها وكيبقى لكم الاختيار. هنا التوابل اللي بقاو عندي درتهم في هاد القريعه، زدت عليهم شويه ديال الملحه وغادي نخلطهم هكا، وغادي نرش الخضره ديالي. عندي جوج معالق كبار ديال الزبيب، كيبقى اختياري، ولكن الزبيب مع بطاطا الحلوه والقرعه الحمراء كيمشي لذيذ. هنا راني نقيته ودرت له الماء تقريبا واحد 10 ديال الدقائق، او الى ما بغيناش المده الطول كنغسلو بالماء سخون، الماء سخون دغيا دغيا كيوجد لنا ديك الساعه. هنا عندي نص كاس بالكاس العنبه ديال الماء غليان، كنديرو غير هكا في الشناب، لان عندنا بطاطا الحلوه والقرعه الحمراء دغيا دغيا كيطيبو، والدجاج تقريبا راه دار ديك نص طياب في الشحار ديالو. هكا كنغطيو دابا على الطاجين وكنخليوه حتى كيوجد. هنا الطاجين ديالنا بعد ما كنغطيوه ضروري ما كنديرو واحد النار كتكون مهيله، وما كنديروش الطاجين منو لديك الحديدات البوطه، ضروري كنديرو ديك الشبيكه عاد باش نحطو الطاجين. هنا الطاجين فاش كنغطيوه كنديرو هنا فيه الماء، الماء كما كان يا غليان يا بارد. علاش هاد الماء هذا؟ هذا هو اللي كيعطينا واش الطاجين نشف ولا مازال فيه الماء. الا شفنا ديك الحفيره هذه ما بقاش فيها الماء كنعرفو الطاجين ديالنا راه هو نشف. ضروري ما نديرو نار تكون مهيله. علاش كنديرو نار مهيله؟ ديك الخضره ديك الدجاج ديك البصله كيطيبو على خاطرهم وكيطلقو ديك اللبه ديالهم، وكتجي هكا المريقه خاتره، نتوما تشوفو المريقه كي تجي خاتره. هنا دابا غادي نزيد تقريبا واحد جوج معالق كبار ديال زيت الزيتون، وكتبقى اختياريه، ولكن زيت الزيتون كما دائما كنقول لكم تكون حلوه. هنا الطاجين خدنا د الوقت ما بين 40 45 دقيقه، النار كتكون مهيله. هنا هانتوما تشوفوا بطاطا القرعه، يعني هما دغيا دغيا كيطيبوا، غير حنا كنديروهم على المهل باش كيجيو لذادين. هكا كنتمنى الفكره تعجبكم وتجربوها وتشاركوها مع العائلة والأصدقاء، وإلى عجبكم المحتوى القناة خليوا لي جيم وشكراً.